سيدة بشرى تكريم لسيد الأمين العام لحزب الاستقلال شكرا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن في البداية ربنا سبق العيد العالمي للمرأة، غادي نقول لكل الأخوات والأخوة الحاضرين مبروك العيد. مبروك العيد. باسمي كل الاستقلاليات وكل الاستقلاليين نشكر الأخوات الجامعة الحرة للتعليم اللي نظموا هذا اللقاء، وهو اللقاء ولله الحمد ناجح بكل المقاييس، الحضور، التنظيم، الكلمات، والحمد لله كل كلمات جادة. وهذا إبراهيم على أن المرأة المغربية والمرأة النقابية قادرة على التغيير في كل لحظة، ولهذا هذه المناسبة كما نقول أن المناسبة شرف. تحياتي إلى كل نساء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب في كل القطاعات، وإلى المرأة الاستقلالية اللي لعبت عبر التاريخ دور أساسي في إرساء الديمقراطية ودولة القانون. كذلك كما نقول دائما مرة أخرى المناسبة شرف، أتمنى من قلبي صادقا أن تعي الحكومة مشاكل المرأة المغربية في كل القطاعات وخصوصا في قطاع التعليم، لأن المرأة هي المربية الأولى، وإذا كانت المرأة بخير كان المجتمع بخير، ولهذا نحن سنظل أوفياء لثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، ندافع عن المرأة لأنها الأم ولأنها الأخت ولأنها الزوجة ولأنها المناضلة ولأنها ولله الحمد تتمتع بالكفاءة والمقدرة من أجل إن شاء الله عمل جيد نقوم به جميعا في المستقبل إن شاء الله من أجل تغيير ما يحدث اليوم داخل هذه الحكومة التي ترون أن حزب الاستقلال انسحب منها نظرا لعدم وفائها بالتزامات السابقة للحكومة التي كنا نترأسها، وخصوصا